17 عام قال لك دار جوج المليون ديال الدولار ديال السيلز، 15 عام ونص غادي يدير داك الشيء اللي غادي يدير 99% ديال اللي كيتفرجوا فيه. الفلوس عليها، الفلوس مهمة. ما تقولش لي لا الفلوس ماشي مهمين في الحياة، الفاكتورة ديال الانترنت كتفرج فيها راه كيتسناوك تخلصها في راس الشهر. اي جايز صباح بخير، كي دايرين لاباس عليكم؟ شنو بخير؟ بغيت ندوي على شي حاجه اللي كانت طراتش ملي كنت في المغرب، وما دويتش عليها وفيها بزاف ديال الدروس. شخصيا استفدتو معايا غتستافدو نتا انت. ملي كنت باغي ننظم واحد الماستر مايند في المغرب، جاو بزاف ديال الطلبات ديال الناس اللي بغاو يحضرو. المشكله ديال الاكثريه ديال الطلبات ما تصورش معايا شنو كان، علاش بلي الفيوتشر شي حاجه خطره كبيره. الاكثريه ديال الطلبات كانوا من الناس 16 17 18 عام. كيقراو باقيين كيقراو الى يومنا هذا، والميزه ديالهم هي كيقراو مزيان، وفي نفس الوقت دايرين شي حوايج اللي بنادم في عمره 30 عام 40 عام ما دايرهمش، كيبان لي صعيب باش يديرو. صعيب ماشي شي حاجه سلبيه، صعيب لان هي الصراحه، لان يعني المشكله هي عندنا واحد ستاندرد، عندنا واحد ليميت في العقل ديالنا، ديما كاين ليميت ديال شي حاجه كنامنوا بها كيصحابنا بلي هذاك هو العالم. فاك داك العالم فاش عايش كاين عالم اخر. كلما كبرتي في السن وكلما كنتي عايش بزاف ديال لي ليميت تولي صعيب باش تخلص منهم. لي جون الدراري الصغار كيكون عندهم بسهوله، خصوصا اللي كان صغار. شوف الدراري كيكبروا مع عائله لاباس عليها، مش هو الدري اللي كبر بحالي انا في الفاق ودواري زيكي وكذا، تتكون صعيب مي ممكن. المهم غادي ندير واحد الفيديو غير وغادي نبارطاجي مورا هاد الفيديو هادي باش نعرفوا بعدا علاش كندوي. باش الاخوان اللي ما كانوش متابعين الفيديو قبل كنا درنا واحد ليفيرمون في المغرب اللي كنت معايا في المغرب، بارطاجي باش نبقاو شادين نفس الخط. هاد ليفيرمون هادا كانت عندنا 45 بلاصة اللي متوفرة، فتنا من بعد جوج بلايص، فتنا جوج بلايص لأن الناس كانوا كتار، كان عندي كتر من 1900 طلب ديال الناس باغا تحضر، الناس جدية وسيريوس، يعني إن سيريوس حطيناه في كاتيجوري أخرى بوحدها، 1900 واحد كان جاد. شحال ديال الوقت فاش غادي نوجدو هاد ليفيرمون هادا وهاد الصداع هادا كامل؟ كان خصنا نوجدو ليه في 4 أيام، من الإثنين والخميس ليفيرمون غادي يبدا الشهر، من هاد الإثنين حتى الخميس، طراو بزاف ديال الحوايج اللي فغيمون تصدمت. كنا اختارينا من دوك 1900 جوج اختارينا الميزانية ديال الناس، وسط كمية ديال الناس اختارينا بناء على السن، بناء على اكسبير انترميديت بيجينر، اختارينا بزاف ديال العوامل، حطينا 100 واحد وبدينا كنتصلوا. وملي بدينا الاختيارات بداو تيجيو ديزيمال، شي واحد اللي طاحوا على ديك النمره اللي تلقى اتصلت بشي صاحبو، صاحبو قال لي انا راه تختاريت انت ما تختاريشيش، كيا واحد صاحبو النمره كيتصل بينا، كنا سمعنا شي هضره اللي ما عمر سمعناها، كنت كنقراها ولكن باقي عاقل على واحد كنت قريت سميتو عنده 17 عام قال لك دار جوج المليون ديال الدولار ديال السيلز ولك باغي يحضر. ملي طاح على النمر ديالنا اتصل بينا، باقي عاقل وكانت البنت فورورداتو ليا، قال لي اخاي سيمو شوف ولا بغيت خصنا نحضر، ندير معاك واحد القضيه، غادي نخلص الباكيج الغالي كاع، غادي نجي غادي نتلاقى معاك في الريسبسيون، هما يتصلوا بك بسرعه في الشهر ديالك، جي غادي نحل لك البيسي ديالي، شوف جوج المليون ديال الدولار تخليني ندخل، ما شفتيهاش جري. قلت لك انت صحابني كتكتب من خلال داكشي اللي كتبتي داك الفور، ولكن طلعتي بالصح، سمح لنا بزاف ان شاء الله تكون من 18 عام، انا محتاج ناس بحالك، باغي الفيوتشر كاع الناس يكونوا بحالك، يكونوا احسن منك، يكونوا 10% منك، المهم تبارك الله. كمل 18 عام ديالك بحالك، راه بحال بزاف ديال الدراري اللي عندهم 16 17 عام و 18 عام، المهم كمل 18 عام ديالك ومرحبا بك فريمون. الشيء اللي طالع كان فاك يا جماعه، هذا واحد من بزاف تليكو في الاخر ديال البلايص اللي غادي نزيدو جوج الناس، غادي نزيدو واحد البنت لان ما كانوش معنا كاع البنات، كانت معنا بنت وحده، اضطرينا نزيدو بنت وحده اخرى، اكسبتينا حتى هي لان كان عندنا نقص في البنات، واكسبتينا واحد الدري اللي في عمره 15 عام ونص. الناس اللي كانوا حاضرين راه عرفوا 15 عام ونص غادي يدير داكشي اللي غادي يدير 99% ديال اللي كيتفرجوا فيه. الشيء اللي طالع خطير وكيقرا في المدرسه، ما كيقولش لا راه عندي القرايه لا عيالي، ما كيتشكاش. هادو بيان سير ما كتشوفهمش في المغرب يوميا، ما كتلقاش بيهم لانهم حتى هما فهمتي كيخافوا من الانتقادات، من حقهم كتكاسر تي على راسهم الخدامين، وكاين بزاف ديال الناس الشداد في المغرب ما يقدروش يدويو لانه ما مستعدش يسمع، لان اللونجاج العام واخا ولا غادي كيقلع داك المستوى ديال السلبيه غادي كيقلع، باقيين شي ناس حتى هما غادي يساليو ساعتو سالت ديجا باقيين كاينين، ولكن فهمتي كل واحد مع من عايش، كل واحد عايش في العالم ديالو، الحوايج السلبيه اللي
عقل الدري صاحب يجي عندي قال لي شوف اخاي سيمو اشنو ناشرين ناشرين على لاباج اللي كتجي كتشارك اخذ صوره مع سيمو لايف باش تاخذ صوره مع سيمو لايف غادي تخلص قد قد قال لي فين هو المشكل بزاف ديال الناس حاضرين مخلصين ديك الفلوس الزايده باش ياخذ صوره معاه واحد اخر من الدراري صحابي كيقول لي اخاي سيمو غالطين تماما واحد شنو كاتب في كومونتير ضرب ليه 19 واحد لايك خلي الكلب اللي ولده ما تيجي ليه حتى واحد تيبقى تمايا نضحكوا عليه صعب عندي 1900 الناس باغا تحضر خاصني 45 فين هو اخونا هذا اللي غادي يبقى بوحدو ما يبقى صعب انت عايش في عالم وانا عايش في عالم انا عايش في واحد العالم حضرت فيه اللي بغى ياخذ صويره مع واحد الامريكان كان كيخلص عشرات المليون وكان فيه اكثر من 200 هذا هو العالم اللي كنعيش فيه بيان سور كانوا شي دراري صحابي تيقول لي خاي سيمو خصك تدخل تجاوب فاطمه ما مساليش عندي 2 3 4 الخميس خصني نسالي 2 خص الجمعه خصنا نكونوا في لوطيل عندنا ليفينمون الجمعه والسبت وحد انا ما مساليش نجاوب بالهضره ما مساليش نجاوب كومونتير فاك اي واحد تيدوي فاك اي واحد كيدوي انا ماشي نجاوب وما عمرت جاوب بالهضره جاوب بالخدمه فرع بنادم بالخدمه ما تجاوبش بالهضره الهضره ما كتعطي والو كاين بزاف الناس اللي يعطيوك الهضره قليل اللي تيعطيك الخدمه انا بغيتك تكون من الناس اللي كتعطي الخدمه وما كتعطيش الهضره وباش تفرع بنادم بالخدمة كنت حضرت واحد الماستر مايند باش تعشى مع جوج ديال المراكنه غتخلص 10000 دولار 10 مليون مغربيه ونزيد كلهم الصدمه الاخرى غتخلص العشاء على راسك من اهم الجمل اللي طرات العام هذه اللي عجبتني بزاف كتمشيت عند واحد الدري صاحبي مشيت عند واحد الدري صاحبي اللي هو يجي حيا قلت له خايجي حيا فابور خاصو يسالي وقلت له خاي سيمو سالا وهاد المقوله هذه الطرخات فريمون عندي سالا لان الفابور كيترش بزاف ديال الحوايج الفابور ما كانش غنطلعو داكشي اللي شفتي فابور ما كانش تيجي بزاف ديال الناس واعرين يجلسوا ما كانش تيجي الناس الاخرين ما كانش تيجي شد لوطيل لوطيل ما كيتشدش فابور فطور غدا عشاء ما كيتشدش فابور كاين سبيكرز تما اللي خلصنا عليهم الطياره الناس اللي كانوا حاضرين معنا خلصنا عليهم الطياره باش تجي الطياره ماشي فابور حتى حاجه ما ممكن تطلع شي حاجه فابور ولكن هي تكون نجمه واحده اذا تطلع شي حاجه خمسه د النجوم خصك الفلوس عليها الفلوس مهمين ما تقولش لي لا الفلوس ماشي مهمين في الحياه الفاكتوره ديال الانترنت كتفرج فيها راه كيتسناوك تخلصها في راه الشهر اليوم القاتل اللي بغيت نقول حيد كاع لي ليميت من عقلك داكشي كامل اللي كتامن به كامل حيدو كاين واحد العالم اخر كاينين شي مراش طالعين كاين شي دراري كنتي كيكبر من اللي كيدير شي حوايج ما كنتش تخيلو غتحيد كاع لي ليميت اللي عندك في عقلك ما كاينش اللي خرج عليا سنين هادي قلت لي ليميت اللي كنت حاط لراسي والناس مع من كنت كنريح حتى هما هادو هما جوج اللي كانوا خارجين عليا واحد المده طويله وبيان سور الوسط فاش كبرت والصالير ديال الوالد ديالي اللي كان صغير كان هذا بالنسبه ليا زعما داك هو اللي ميت وبزاف الحوايج وبيان سور حتى الناس مع من كتشاور كنت تقول لي اوكي راه انتقدوني في الانترنت شنو ندير تقول لك لا خاصك تدخل ترد عليهم فاكيت غتمشي عند الناس الكبار عليها كنقول لك ما عندك شي مشكله سير عند الناس الكبار سمع النصيحه ديالي هاد النصيحه هادي من واحد الشوج غتمشي عند الناس الكبار غتسولهم ما شنو نقول سميتهم كنت تجي نقول سميات هاد الشوج هادي جوج ديال الناس كي قلت لك تبيعو بيان سور العشاء فاش سولتهم هاد السؤال هذا هو فاش خلصت هو المايند سيت اللي كان 10000 دولار باش نتعشى معاهم ونخلص العشاء على راسي هو هاد المناسبه فاش سولتهم هاد الخوت هادو اللي سولتهم قلت لهم على شنو كيطرا شنو كيطرا شنو كيطرا وانا سولتكم على حقيقه نتوما هما الطوب اللي كتعرضوا للانتقادات ليلا نهار وكنشوفكم كيفاش كتعاملوا مع هادشي صافي كنجاوبوش مكنردوش مكنتسوقوش كنخدمو قال لي جامي كنجاوب حنا كنتجاوب في الخدمه ملي كتكون خدام كتجي عندك الناس اللي باغا تخدم خاصك تكون فريمون باغي تخدم تجي عندك الناس اللي باغا تخدم اخرين ما فيتيش تيمشي في حالو حاجه اخرى قلت لهم ما قنعتونيش بهاد الهضره هادشي قولوا لي شي هضره اخرى قال لي اجي اخونا انت شنو باغي تولي شنو باغي دير قلت لهم واحد جوج ثلاثه قالوا لي دونك انت غادي تولي تتبان في الكاميرا دونك خاص تكون مستعد لان جوج واحد يسبك وانت اوكي قالوا لي بغيتي توصل شي حاجه خاص تكون مستعد تدفع واحد الفاكتوره فيها 100 طن ديال الحقد 100 طن ديال الكراهيه 100 طن ديال الحاقدين على دير امك اللي بغاو يسبوك ليلا نهار ها هي الفاكتوره قدامك تخلصها ولا لا قلت لهم راه ممكن نخلصوا فلوس ماشي عنديش مشكل في الفلوس قالوا لي لا لا بغيتي توصل لوبجيكتيف ديالك غادي تخلص الفلوس واحد وجوج غادي تخلص السبان حتى هو غادي تسب مزيان ثلاثه الحاقدين بزاف باغي تخلص الفاكتوره جاوب سيمو سربي جاوب تخلص الفاكتوره او لا لا صراحه غادي نخلصها هادو هما الناس معاهم الكاري ويا ريت كنت تلاقيت معاهم من زمان خلص كاع داكشي اللي كنت شحال هادي خطيت تلاقى مع هاد الناس هادو ماش نضيع بزاف ديال الوقت كنشوف بزاف ديال الكومنتات السلبية في الماضي ديالي مكانش عندي نفس الاكسبيريونس مكانش كنشوف نفس الفيجن عاود قلب على شي ناس حسن كاينين بزاف طور راسك في الاول خدم 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 بدا تمشي لي زيفينمون ملي كتجي شي حاجة اللي تسمح لك تلاقى مع الناس الواعيين سير ليها ما تضيعش وقتك حاول توصل لعالم الاخر كاين واحد العالم اخر
كاين في البيت 18 19 20 في هذا الشهر هذا غادي لواحد ليفينمون اخر حتى هو تقريبا راه اذا تعطلت شهرين كيكون عندي فيلم ما تنقولش كثير هذا الشيء دابا ما ديرش هذا الشيء دابا حتى واحد عامين الخدمه يدخلوك الفلوس احسن حاجه تستمر فيها الفلوس اللي كيدخلوك هي الكتب الدرجه الاولى قرا كتبه يا اخوان ما تصحبش كتبه بالسربه ابي الفقير ابي الغني هذا هو الاول اللي خصك تقراه وايقظ قواك الخفيه ديال توني روبنز هذا الشيء جاتو بالسربه خاص الزاليه الاسطوريه جاتو بالسربه ماشي بحال هادو هما اول جوج حوايج خصك تقرا سيرتو داك ابي الغني ابي الفقير باش حيدتك العقليه ديال الفقر لان ما حتى عندك العقليه فقيره تبقى فقير امبوسيبل واخا نعطيك مليار اليوم غادي تسالي معاه نعطيك 10 مليار غادي تسالي معاه عندك العقليه ديال الفقير تبقى فقير حتى نهار عندك العقليه ديال لاباس عليك كتولي لاباس عليك استثمر في راسك الكتوبه بالدرجه الاولى غادي تزيدو يدخلو بالفلوس كاين واحد النيفو اخر من فوق الكتوبه بدا تشري الاكسبيرونس من عندي بطل سير في البيزنس الكبار حاول يكون عندك شي منتور اللي محترم اللي كيدير هو شركاته كيديروا اكثر من 100 مليار في العام كاين ولكن كيتخلصوا غالي اللي تكون فريمون عنده شي سميه في السوق كبير اللي فريمون فهمتي كيدير شي ارقام كبير اجي توصل لهذا النيفو هذا دابا بدا الكتوبه هو اللي سير لي زيفيرمون الصغار هما الثانيين لي زيفيرمون الكبر منهم عاد ديك الساعه شي منتور